حياة كل واحد فينا مواقف كتيرة بتمر عليه وبتأثر فيه وبتحفر جواه ذكرى وممكن تغير كتير من شخصيته، لكن المهم انه يستفيد منها ويفرق بين الصح والغلط. ما خبيش عليكم، وانا صغير ما كنتش فاهم قوي كلام الناس اللي اكبر مني. كمال خليك صادق، كمال خليك شجاع، كمال خليك امين. وكنت اقول لنفسي انا لسه صغير، لكن لما كبرت شوية بشوية فهمت انهم بيغرسوا فيا الصفات الحميدة والاخلاق اللي المفروض كلنا نتحلى بيها. عشان كده هحكي لكم بعض المواقف اللي مريت بيها وتعلمت منها كمان. انا النهاردة هحكي لكم عن موقف حصل معايا وانا صغير. كنت مرة قاعد في الفصل بذاكر ودخل عليا زميلي سمير. كمال انت قاعد هنا وانا بدور عليك؟ ايوه يا سمير، كنت عاوز حاجة؟ لا انا كنت بطمن عليك، بس دورت عليك في الفسحة وما لقيتكش. انا قاعد بذاكر علشان الميس اللي هتسمع لنا النهاردة. طب تمام يا كمال، ربنا معاك، شكرا انك بتطمن علي. وما كنتش واخد بالي من المقلب اللي هم عاملينه فيا. اتفقوا انهم ياخدوا كراستي من غير ما احس عشان الميس تعاقبني، وبعتهم واحد يشغلني بالكلام لحد ما التاني ياخد الكراسة ويخبوها مني من غير ما اخد بالي. وفجأة جرس الحصة ضرب والميس دخلت الفصل وقالت طلعوا الكراسات. يلا يا ولاد طلعوا كراساتكم علشان نكتب الدرس. وفضلت ادور على الكراسة ومش لاقيها. كمال فين كراستك؟ قوم اقف، انا مش منبهة عليكم من امبارح انكم لازم تجيبوا الكراسات؟ ازاي تنساها؟ انت النهاردة معاق. ومشيت وانا زعلان لاني كنت متأكد ان الكراسة كانت معايا، لحد ما جم اصحابي ورايا واعترفوا انهم هم اللي اخدوا الكراسة، وكان قصدهم يهزروا معايا وقالوا لي انهم غلطانين، وانا سامحتهم بعد ما وعدوني انهم مش هيعملوا معايا كده تاني ولا مع حد من زمايلنا. ودلوقتي وصلنا لاخر حلقتنا ومع سؤال الحلقه اللي بيقول مين هو الولد اللي كان بيكلم كمال في الفصل.